بنهني قناة الملكوت بالعيد الخامس لقناة الملكوت، وبنهني كل مشاهدين قناة الملكوت بهذا العيد. بالنسبة لي شخصيا قناة الملكوت قناة مميزة جدا بدون أي مجاملة. ما يميز قناة الملكوت بالنسبة لي هي أنها تقدم الإنجيل الخالص، كلمة الله النقية. بص على برامجها سواء اللي باللغة الإنجليزية ومترجمة أو باللغة العربية، تلاقي أنه كلها بتقدم كلمة الله النقية. وعلى فكرة ده مش رأيي بس، رأي كثيرين وكثيرات جدا، سواء من الناس اللي بقابلهم في المتكلمين بالعربية في مناطق مختلفة في العالم، أو في المدن الكبيرة زي القاهرة واسكندرية وغيره، أو حتى في الريف، بلاقيهم ظابطين كثيرا على قناة الملكوت. أقول اشمعنى؟ يقولوا علشان كلمة الله النقية كان السبب، بركة شخصية لحياتي من خلال هذه البرامج. مثلا من البرامج المترجمة برامج الدكتور مايكل يوسف، وأيضا برامج ماك أرثر، وغيرها من البرامج العميقة جدا اللي بتوصل لك الحقائق العميقة، الكلام الله النقي في صورة مبسطة جدا. بالنسبة لتواجدي معاكم في قناة الملكوت ده شرف كبير ليا في برنامج حياتك في قصة. الهدف من البرنامج هو أن بنحكي قصة، لأن حياتي وحياتك هي قصة، كما قال موسى النبي قديما: أفنينا سنين كقصة، وكما ذكر عن الرب يسوع المسيح بدون مثل لم يكن يكلمهم. المهم وإحنا عايشين حياتنا اللي هي قصة نمشيها صح وتكون بدايتها صح، والدراما اللي فيها الحاجات الحلوة والحاجات حتى اللي تبدو حزينة أخيرا تمجد الله. وأهم شيء دايما بنركز عليه في برنامج حياتك في قصة، نهاية القصة. نهاية القصة أكيد أحبائي المشاهدين تكون سعيدة بالوجود معا في بيت الآب، حيث أعد لنا المسيح هذا المكان الرائع. مرة تاني بهني كل المشاهدين والمشاهدات بالعيد الخامس لقناة الملكوت.